لما نكون احنا موجودين مع ربنا وشاعرين ان احنا موجودين مع ربنا، ساعات نتكسف شوية، نتكسف من الخطية، يعني ناخد بالنا، لا ما يصحش، ما يصحش ده انا في الكنيسة، ما يصحش ده انا لسه جاية من الاجتماع، ما يصحش ده انا كنت لسه في التسبحة، ما يصحش اعمل كذا وكذا وكذا وانا لسه قارية الانجيل والانجيل بيقول، ما يصحش. يعني الواحد برضو ايه يتكسف، ايه يتكسف شوية. الإنسان اللي موجود دايما مع ربنا تلاقي إنسان مبسوط وعايش في فرح وعايش في إيه؟ وعايش في سلام وعنده إيمان كامل، ما هموش أي حاجة. يقول كده إيه؟ كله للخير للذين يحبون إيه؟ الرب. وإنسان كده يبقى عنده رجاء، النهاردة كده بكرة هيبقى أحسن، بعده هيبقى أحسن، المشكلة هتتحل، المشكلة هتتحل. الأنبا بولا اللي عاش في البرية بيعلمنا النهاردة، يقول عيشوا بقى مع ربنا، خليكوا دايما متواجدين مع ربنا، ما تسيبوش ربنا، كفاية بقى، كفاية الوقت اللي احنا بعدنا فيه ايه؟ بعدنا فيه عن ربنا وقت كتير جدا جدا. يقول كده القديس أغسطينوس، كنت يا رب معي لكنني من فرط شقاوتي لم أكن إيه؟ لم أكن معك. ربنا دائما بيدور علينا، بيقول تعالوا، فتح لنا دراعاته كده على الصليب للكل، يقول إيه؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين، تعالوا نبتدي من جديد، تعالوا نعيش مع بعض زي زمان، تعالوا نبتدي مع بعض، تعالوا أنا عايز أكون معاكم، أنا عايز النهاردة أسكن في قلبك زي زمان، أسكن في قلبك من جديد، أسكن وتتغير، أسكن وتسمع لي، أسكن في قلبك وتبتدي بقى تغفر وتسامح وتحب ونترك. ما هو ينفعش إحنا ربنا يبقى معانا ونقول عايز أبقى مع ربنا وما عنديش حب للآخرين وما بقدرش أسامح وعندي لسه حاجات كتيرة وعادات متسلطة عليا، وأكون جوه الكنيسة هنا فرحانة وموجودة مع ربنا، أطلع ولا كأني في حاجة. ربنا الحنين يدينا بركة كده بوجودنا معاه جوه الكنيسة ومعاه بره الكنيسة وفي كل حتة.